السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع بفيديو جديد. نتكلم بالموضوع الأول الذي يخص الأجانب في ألمانيا، سواء كانوا الأجانب اللاجئين المهاجرين الذين لديهم وقت طويل في ألمانيا، 20 سنة، 10 سنين، الذين أتوا إلى ألمانيا في الفترة الأخيرة. الأجانب في ألمانيا، هؤلاء يعتبرون أجانب في ألمانيا، وعلى وجه الخصوص هناك هجرة كبيرة للأجانب في ألمانيا إلى خارج ألمانيا. من نفس الوقت في هجرة إلى ألمانيا، تقريبا ألمانيا صايرة حلم لمجموعة من الناس، لفئات عديدة من الناس في شمال أفريقيا، في الشرق الأوسط، في أفغانستان، في دول يعني دول البلقان. شخص يحلم بالوصول إلى ألمانيا والعمل في ألمانيا، ولكن بنفس الوقت هناك هجرة من ألمانيا إلى خارج ألمانيا. يوجد ناس يغادرون ألمانيا إلى دول أخرى للعمل والحياة في الدول الأخرى. وفقا لإذاعة دويتشلاند فونك، قالوا أن 1 من 10 مهاجرين يغادرون ألمانيا، يعني 10% من المهاجرين واللاجئين والأجانب الذين يعملون في ألمانيا يغادرون ألمانيا. طيب، أسباب خروج هؤلاء الناس: ألمانيا بحاجة ماسة إلى اليد العاملة، وسنويا بحاجة إلى يعني مئات الآلاف، 500 ألف إلى 1 مليون عامل لسد فجوة اليد العاملة، العمال المتخصصين. ولكن لماذا هؤلاء الناس يغادرون ألمانيا إلى دول أخرى؟ سألوا عمال القطاع الصحي في ألمانيا الذين يعملون في القطاع الصحي، سواء دكاترة، سواء يعملون كالرعاية الصحية أو دور المسنين. سألوهم عن هل تنصحون الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى ألمانيا والعمل في القطاع الصحي؟ فكانت الأجوبة حقيقة صادمة، والإحصائيات 47% قالوا لا ننصح الأشخاص الذين يريدون القدوم إلى ألمانيا بالعمل في القطاع الصحي. يعني تقريبا نصف الأشخاص الذين شاركوا في هذه الإحصائية قالوا ولن ننصح الأشخاص للقدوم إلى ألمانيا والعمل في القطاع الصحي. وبداء من هذا التاريخ ولغاية العام 2035، ألمانيا بحاجة 1.8 عامل في القطاع الصحي، يعني 1.8 مليون فقط في القطاع الصحي في ال10 سنوات المقبلة. وسألوا أيضا عن أسباب مغادرة اللاجئين والمهاجرين والأجانب اليد العاملة، العمال المتخصصين، ألمانيا إلى الدول الأخرى، حسب المعهد الألماني للبحث الاقتصادي، الذي قال أسباب مهمة يجب التركيز عليها. أولا، جعل المجتمع الألماني منفتح على الأجانب، أن يكون في ترحيب وتعاون بين المجتمع الألماني الألمان وبين الأجانب والمهاجرين واللاجئين الذين يأتون إلى العمل في ألمانيا، يعني يكون هناك صلة أكثر، يعني أشياء إيجابية تجمعهم أكثر، تقربهم أكثر، وليس للتباعد بينهم. ثانيا، احترام وتقدير عمل الأجانب، يعني الشخص الأجنبي المهاجر اللاجئ الذي يأتي إلى ألمانيا للعمل، يجب تقدير عمل هذا الشخص، يجب احترامه وإظهار الاحترام له. ثالثا، المساواة بين الجميع، وجعل الأجانب جزء من المجتمع الألماني، يعني إعطاء أهمية للأجانب، يعني يكون الشخص حاسس أنه لديه قيمة أو لديه وزن في المجتمع الألماني، يعني إعطاء أهمية واعتباره جزءا من المجتمع الألماني. رابعا، تسهيل الإجراءات القانونية للهجرة والاعتراف بشهادة الأجانب، يعني تسهيل الإجراءات سواء الفيزا أو شروط القدوم، شروط الهجرة إلى ألمانيا عن طريق العمل، وتسهيل الاعتراف بشهادة الأجانب. مثلا أشخاص عندهم شهادات من الوطن، من الدولة الأم، لازم يكون في تسهيلات الاعتراف بهذه الشهادة ليكون في إقبال. هناك إحصائية مهمة جدا، يأتي إلى ألمانيا تقريبا بشكل سنوي 1.1 مليون، 1.2 مليون، 1.3 مليون، مثلا السنة الماضية أتى إلى ألمانيا أكثر من 1.3 مليون شخص، ولكن هاي تحت ولكن، يعني شخطين، ثلاث أربع شخطات، بيغادر ألمانيا سنويا 1 مليون شخص، 1 مليون يد عاملة، 1 مليون عامل متخصص. هؤلاء الأشخاص تعلموا في ألمانيا وعاشوا في ألمانيا وكسبوا الخبرات في ألمانيا، ولكن يغادرون ألمانيا 1 مليون شخص، وليس بالعدد القليل. يعني إذا سوينا مقارنة، هل نأتي ب 1.3 مليون شخص لا لديهم مهنة
أو ليس لديهم شهادات أو ليس لديهم أي شيء سيأتون إلى ألمانيا لتعلم اللغة ولتعلم المهن، أم نتخلى عن 1,000,000 شخص يد عامل، عامل متخصص لديه الخبرات لديه الشهادات في ألمانيا؟ فهناك فرق كبير. بحلول عام 2035 سيصبح عدد الناس الذين ستصبح أعمارهم فوق 67 سنة سيصبح عددهم 4,000,000 شخص، يعني الأشخاص اللي أعمارهم فوق 67 سنة سيصبح عددهم 4,000,000 شخص، يعني من هؤلاء الأشخاص، يعني ضمن هؤلاء الأشخاص 4,000,000 عدد كبير سيذهبون إلى التقاعد، لأن سن التقاعد هو 67 سنة. وإذا راحوا على سن التقاعد فراح يكون الأماكن فارغة، أماكنهم في العمل ستكون فارغة. فهناك أيضا بحاجة إلى عمال، بحاجة إلى يد ماهرة، يد عاملة لملأ هذه الفجوة. وأيضا إذا الشخص راح على التقاعد سيصبح مسن وسيحتاج إلى الرعاية وسيحتاج إلى الاهتمام، فسيحتاجون إلى أشخاص لرعاية هؤلاء المسنين أيضا. أيضا إذا استوينا التحليل، هناك عدد كبير في ألمانيا موجودين حاليا في ألمانيا عاطلين عن العمل. إذا أظهرنا الاهتمام، إذا كان في دعم من الحكومة الألمانية لهؤلاء الأشخاص، فممكن يكون في سد لجزء من هذه الفجوات في كافة القطاعات في ألمانيا. فإذا ركزت الحكومة على هؤلاء الأشخاص ممكن يكون في فائدة كبيرة منهم أيضا. هذه كانت بخصوص هجرة العمال من ألمانيا إلى دول أخرى، مغادرة العمال اليد الماهرة ألمانيا إلى دول أخرى. ننتقل إلى موضوع آخر يخص كسب أو مربح النساء والرجال. هل الرجال يكسبون أكثر من النساء أو النساء يكسبون أكثر من الرجال؟ يعني الربح الساعة، متوسط الساعة في ألمانيا. في العام الماضي حققت النساء 20.5 يورو في الساعة، وبالتالي أقل من الرجال اللي كان مربحهم أقل أو أكثر من النساء بنسبة 4.31 يورو، كما كان الحال في العام السابق، كان أقل بنسبة 18%. مكتب الإحصاء يشرح الفرق في الرواتب مع ارتفاع معدلات الدوام الجزئي وانخفاض الرواتب في المهن النسائية النموذجية. يستند الفرق طبعا إلى متوسط الدخل الإجمالي في الساعة للنساء والرجال، وليس من حيث المهنة أو الصناعة أو الدوام الجزئي أو الدوام الكامل أو المؤهل الوظيفي. يعني النساء بيربحوا أقل من الرجال ب 4.31 يورو، يعني إذا كان الرجال عم يكسبوا 24.31 يورو، النساء عم يربحوا عم يكسبوا 20 يورو، يعني أقل. فهون ما بيشوفوا أو ما بيكون الإحصائية على حسب المهنة أو الصناعة أو المؤهل التوظيفي، ولكن يعني يحسبوها بشكل عام. طيب ما هي أسباب هذه الظاهرة أن النساء عم تربح عم تكسب أقل من الرجال؟ أسباب كسب النساء أقل من الرجال هي تقريبا يعني بشكل عام الحمل، تربية الأطفال ورعاية الأقارب. هاي الأسباب الشائعة اللي بتخلي النساء بتربح أقل متوسط في الساعة من الرجال. تكلموا أيضا عن أسوأ الدول الأوروبية التي فيها أجور النساء أقل من الرجال، اللي هي إستونيا، لاتفيا والنمسا. هي ثلاث دول اللي فيها تقريبا يعني مربح النساء أقل بكثير من الرجال، وهي من أسوأ الدول الأوروبية التي فيها أجور النساء أقل من الرجال. أما عن يعني أفضل دولة أوروبية، تقريبا ما في فرق بين مربح أو أجور النساء وأجور الرجال، فهي لوكسمبورغ اللي تقريبا ما في فرق. ننتقل إلى موضوع آخر حقيقة يخص مقابر المسلمين في ألمانيا ويخص المسلمين بشكل عام في ألمانيا. وقالوا أيضا أن امتلاء مقابر المسلمين في ألمانيا، وقالوا في برلين لا يوجد مكان في المقابر، 300,000 مسلم يعيش في برلين ويوجد فقط مقبرة واحدة. نحن نعرف أن المسلمين الذين أتوا بالقرن الماضي بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي، كانوا عندما تتم حالة الوفاة كانوا يرسلون الجثة إلى بلد المنشأ، إلى الوطن. ولكن بعد ازدياد نسبة المسلمين في ألمانيا وأتوا للعمل أو سواء هربوا من الحروب والصراعات السياسية والمشاكل الاقتصادية، فزادت نسبة المسلمين في ألمانيا وأصبحوا يدفنون موتاهم داخل المقابر في ألمانيا. ولكن عم نلاحظ ظاهرة امتلاء مقابر المسلمين، يعني في برلين الواحدة يوجد 300,000 مسلم ويوجد مقبرة واحدة فقط. وقالوا ابتداء من شهر مارس
يعني بعد تقريبا بعد شهر، لن يسمح بدفن موتى المسلمين في هذه المقبرة. وقالوا أيضا أن برلين ستوفر مقابر جديدة، ممكن الاستعانة بالمقابر المسيحية، لأن المسيحيين بنسبة كبيرة منهم يحرقون موتاهم، لأن عملية الدفن وعملية شراء مكان القبر مكلفة بالنسبة للإخوة المسيحيين، ولكن بنسبة كبيرة منهم يضطرون إلى حرق موتاهم، فبتكون الأماكن فارغة. فممكن يكون في تشاورات بين الحكومة والكنائس لإعطاء جزء من هذه المقابر لدفن الموتى المسلمين. وأيضا يوجد في برلين بشكل عام 182 مقبرة، وحكومة برلين أيضا طلبت من الكنائس إعطاء جزء من المقابر المخصصة للمسيحيين، إعطاء جزء لدفن موتى المسلمين، وكان هناك رد إيجابي من الكنائس، وقالوا سنتعهد بإعطاء جزء لدفن الموتى المسلمين. وهذا حقيقة شيء إيجابي جدا وتعاون ملفت للنظر بين الأخوة المسيحيين والأخوة المسلمين في ألمانيا. أصدقائي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى المعلومات اللي ذكرناها تكون مفيدة للجميع. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس لتكونوا مع تواصل مع آخر الأخبار المهمة في ألمانيا من المصادر الموثوقة. نلقاكم بفيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.